وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن ولا تنهرهما. النهر هو ما معنى النهر؟ ولا تنهرهما. نعم هو الزجر. نعم هو لا تزجرهما، ومن صوره أن ترفع صوتك عليهما، فبالتالي عند الكلام مع الوالدين لابد من خفض الصوت، لابد من خفض الصوت، وخصوصا عندما يتكلم معك في شيء ويكون قد كبر في السن فيصبح يعبر هما بنفرة بسبب الأوجاع والأمراض التي تصاحبهما. فالبشر في العادة من نفر به ومن نهره فالطرف المقابل ينهر الآخر، فجاء الشر ولا تنهرهما لأنهما سينهرانك، سوف يرفعان صوتهما عليك، إما بسبب أنهما يرون أنك ابنهما فبالتالي تحتاج إلى نهر، أو بسبب ماذا؟ كبر السن، فالأمراض والأوجاع التي تصاحبهما، وإما بسبب الخرف وهو ما يسمى في هذا الزمان بالزهايمر، الرجل الخرف، ويصبح لا عقل عنده ولا عقل عندها. فهذا الحديث، هذه الآية تأمرك ألا تنهرهما مهما قابلاك من أسلوب، وفي النهاية بعدما أنت خفضت صوتك وقلت لهما قولا كريما وهما زجراك ونهراك، يقولان لك الحق عليك، فعندها لا تناقش. انظر، أنا هاي كلمة أنا مصيبة أن تقول لوالديك، قل لهما قولا كريما حتى لو شتمك، حتى لو ضربك، حتى لو بدأ يدعوان الله عليك، قل لهما قولا كريما إياك ولا تنهرهما. هذه آية، ثم انظر تتمة الآية بعد النهي عن النهر فقط: وقل لهما قولا كريما. وبعد ذلك التواضع، أنت صاحب عضلات مفتولة أمام والديك، أنت عبارة عن نملة أو بعوضة يدوسانك متى شاء، أنت صاحب مال كثير أمام والديك، أنت من أفقر الناس، أنت صاحب شهادات دنيوية عليا والناس يستشيرونك،
أمام والديك أنت لا تفهم شيئا، هكذا ينبغي أن تكون. أما أن تقول شو يا أم، ما بك يا أماه، ما بك يا أبي، أنا مستشار. المستشار برا حبيبي، أما عند والديك أنت إيش؟ راسب روضة. مش روضة، راسب روضة، لا وزن لعلمك ولا لفهمك، وإنما علمك يظهر ب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ذليل أمام والديك. أمك وأبوك عايشين عندك؟ لا يا أخي، أنا عايش عندهم. كيف عايش أنا وأبوي عايشين؟ طب ما هي الشقة باسمك. نعم، كلي لأمي وأبوي. شو عايش؟ كيف والله غديت أمك وأبوك؟ كيف غديت أمي وأبوي؟ أمي وأبوي أنا أكلت معهم. شو غديتهم وطعميتهم وسقيتهم؟ فبالتالي حضرتك شو طالع؟ والله طالع بالسيارة، قعدت أمي ورا وأبوي، حطيت مرتي جنبي. لا حول ولا قوة إلا ارجع ورا، ارجع أنت، خلي مرتك تسوق وأنت اقعد في الصندوق، حطك في صندوق السيارة بتاعت المساجين. كيف 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 حاط أمك أو أبوك ورا وحاطت مرتك جنبك؟ كيف؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا من كنت نكرة، كنت لا شيء، وكان يناديانك بأحب الأسماء إلى نفسك، وكان يصبران على طفولتك وسذاجتك، بل كان يضحكان لك. كم من أب نرى في هذا الزمان يبصق عليه من ابنه وهو صغير، هذا الصغير، والأب يضحك والأم تضحك. فعندما كبر هذا الولد وخرف أبوه أو خرفت أمه، لو بصق أحدهما عليه لأقام الدنيا ولم يقعدها.